صلى الله عليه وسلم بداية أتوجه بالشكر إلى جميع الحاضرين معنا في هذا الحفل الذي صراحة يطفي البهجة والسرور، ليس فقط على نزلاء المؤسسات السجنية ولا المؤسسة بالضبط، بل كذلك هي فيها تحفيز للأطر وموظفي المؤسسة السجنية، وعرفانا بالمجهودات التي يبذلونها في سبيل إعادة إدماج هذه الشريحة من المجتمع، لأننا صراحة بمثل هذه المساهمات وبمثل هذه المبادرات لا من جانب الجهات القضائية التي تساهم في إعادة المعتقلين، فيها هذه المبادرة فيها رسالة واضحة على أن الجهات القضائية لا تتكلف فقط بالجانب الزجري، وإنما تمد يدها إلى أطر وموظفي المؤسسات السجنية عبر طول خريطة المملكة لمساعدتهم في إعادة إدماج هذه الشريحة وتربية هؤلاء الأفراد حتى يصيروا عبادا وأفرادا من داخل المجتمع صالحين لهذا الوطن، صالحين للعمل من أجل الرفع والدفع بهذا الوطن إلى الأمام تحت شعار الله الوطن الملك. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى أعضاء الودادية الحسنية للقضاة، وكذلك إلى جمعية تفعيل المبادرات من داخل مدينة تازة، اللي صراحة في عديد من المرات أثبتوا على أنهم إلى جانبنا ليس في إطار الشراكة، وإنما حتى الجانب الإنساني نلمسهم فيه، لأنهم بمجرد ما ننادي على هؤلاء نجدهم بجانبنا. لهذا من طبيعة الحال إن كان يدل عن شيء إنما يدل على أن باقي الخير فأفراد هذا المجتمع، باقي الخير نطمعه في الكل، ماشي غير فقط في الجانب ديال الودادية الحسنية أو الناس ديال الجمعيات، وإنما نطمع الخير في الكل، لأن هؤلاء من طبيعة الحال هم من صوبنا، وكذلك نحن نطمع الخير في جل أبناء الوطن، ماشي حتى من داخل المؤسسة السجنية، وإنما معليش كنركزوا بالضبط على هذه الشريحة، لأن صراحة نحن كنتعايشوا معاهم من داخل المؤسسة السجنية، ونعلم جيدا أن بعض الأخطاء حتى حنا راه كنساهموا إلى ما مديناش اليد ديالنا لهاد الناس هادو وساعدناهم، لأن كنعرفوا هما مزيج ديال مجموعة ديال المشاكل اجتماعية أسرية اقتصادية هما اللي كيكونوا النتاج ديالها. نأمل منهم رب العالمين في هذا الشهر المبارك لأنهم يخفف عليهم الوطأ ديال هذه العقوبة من داخل المؤسسة السجنية، ونطلب رب العالمين أنه يفرج عليهم عنا قريب ويعودوا أصل عباد وأفراد صالحين لهذا المجتمع. وفي الختام كاين موظف أهدى هدية بسيطة واحد الطفلة ديال المعتقلة هنا في المؤسسة، كنادي عليها لأنه ما بغاش يذكر الاسم ديالو، كنخليو هذا العمل هذا لله عز وجل.